اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. يعني احنا معاكم بنحاول نقدم لكم حاجات يا رب. يعني احنا كنا قلنا قبل كده لحضراتكم اللي عنده فكره حلوه يقول لنا، اللي عايز يناقش موضوع معين يقول لنا. عندنا يعني وسائل كتيره للتواصل، يعني حطوا الايميل، زمايلي يحطوا الايميل ان انتوا يعني تواصلوا معنا كده، قولوا لنا مثلا عايزين نعمل كذا نعمل كذا، الحلقه الفلانيه كانت وحشه، الحلقه الفلانيه كانت حلوه. بيسالوا ناس كتير على الدكتوره منال عمر، طبعا ان شاء الله الدكتوره منال عمر بس كانت واخده اجازه بعد رمضان، ما ان شاء الله هتكون معنا الجمعه القادمه ان شاء الله. ومعنا الشيخ خالد الجندي، ربنا يديله الصحه ويخليه لينا، بيبقى معنا يوم السبت بينور لنا الطريق وبيساعدنا كويس. شوفوا بقى انتوا برضو تحبوا ايه، يعني انتوا كمان تحبوا يعني نجيب مين المصادر اللي تحبوها، مين ايه القضايا اللي نناقشها. يعني التواصل يعني زي ما قلت لكم قبل زمان كنا بنعمل باب في صباح الخير اسمه المشاركه، هي ما نحتاج اليه لنشعر بانسانيتنا. يعني البني ادم لوحده ولا حاجه ولا حاجه، يعني تصور انت تعيش لوحدك كده، ايه ده بقى يا حلاوتك، بتعمل ايه؟ ما ينفعش. فنعمل ايه بقى؟ نبقى اصحاب وحبايب واهل وجيران وناس بتقابلهم في الكنيسه وناس بتقابلهم في الجامع وناس بتقابلهم في الشارع وناس بتقابلهم وانت داخل شغلك وناس يعني الحياه اسمها حياه حركه، يعني الحياه تحب كده. يعني يا ريت تكلمونا وتقولوا لنا طلباتكم واي افكار بتفكروا بيها عشان نقدم لكم ما يمكن يعني تقديمه من الواجب علينا ومن اسعادكم ومن تحقيق رغباتكم ومن قيمه البرنامج. يعني يبقى انت بتفتح عشان تسمع حاجه تحس انها مفيده، يعني يا سلام لو الحاجه دي بقى احنا بنحاول قدر المستطاع نخليها مش على مزاجك، يعني على مزاجك لا، يعني بنخليها تقدم لك خدمه، بنخليها تقدم لك خدمه. ونظل احنا عندنا حيره، هو انا يجب اقدم لك اللي انت عايزه ولا اللي صح ان انا اقدمه ولا المهم في الحياه؟ حيره بنلخبط ده على بعضه بقى ونطلع لكم توليفه في الاخر. يا سلام لو المهم في الحياه او اللي انت عايزه يبقى هو ده اللي حاطينه مع بعض، يبقى هو ده المطلوب ان احنا نقدمه، يبقى شويه كويس جدا جدا. بتحصل ساعات كتيره، يعني ساعات كتيره في افكار معينه بتبقى انت عايزه وهو ده المطلوب ان احنا نقدمه وهو ده دورنا ان احنا نقدمه. بتحصل التوافق بين الحاجات دي، بس برضو لو في تواصل وفي افكار احب جدا نعمل كده. زي ما النهارده معانا الاستاذ طارق اللي كلمنا في التليفون كتير عن حكايه العيش، وهو فران عنده يعني مخبز وبياخد الدقيق، وفي مشكله في الدقيق قديمه جدا. احنا قلنا مع منظومه العيش الجديده انها خلصت، طلعت في مشاكل. فكلمونا اللي عنده حكايه، احنا تحت امركم، احنا مش بنشتغل لاسعاد يعني نفسنا، لا ده تبقى غيبه، احنا بنشتغل لخدمة الناس وخدمة هذا الوطن. تعالوا نشوف اخبار النهاردة، عندنا كذا خبر مهم. عندنا خبر عن وزير الكهرباء مهم، وخبر عن الحكومة توافق على قانون تفضيل المنتج المحلي، وخبر او خبر وخبر وخبر. تعالوا نشوف. أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن أزمة الكهرباء التي شهدتها مصر أمس انتهت، واصفاً الوضع بأنه مستقر. وقال شاكر في تصريحات صحفية من مقر المركز القومي للتحكم في الطاقة اليوم إنه لا يوجد الآن أي تخفيف للأحمال على الشبكة القومية للكهرباء. ويتواجد شاكر في مقر المركز القومي للتحكم في الطاقة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لمتابعة الموقف والتأكد من عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الأزمة.
أبدى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء سعادته الغامرة بإقبال المصريين على شراء شهادات استثمار قناة السويس بمجرد طرحها في البنوك أمس، حتى وصلت حصيلة شراء اليوم الأول حسبما تم الإعلان عنه إلى نحو 6 مليارات جنيه. في سياق متصل، أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة عن موافقة مجلس الوزراء بشكل مبدئي على مشروع قانون بتفضيل المنتجات المصرية في عقود المشتروات الحكومية، ويلزم مشروع القانون الجهات الحكومية بألا تقل نسبة المكون الصناعي المصري عن 40% من عقود مشروعات البنية الأساسية والمرافق. وصلت قوات الجيش والشرطة اليوم حملاتها الأمنية الموسعة لتمشيط مناطق العريش والشيخ زويد، ووسعت من عملياتها في تصفية البؤر الإرهابية. وشنت القوات حملة أمنية ضد الجماعات المسلحة من جماعة أنصار بيت المقدس بعد تحديد ورصد معاقلهم بمنطقة صحراوية جنوب الشيخ زويد، أسفرت عن تصفية 3 من العناصر المطلوبة. أعلنت الولايات المتحدة أنها تعمل على تشكيل تحالف أساسي من 10 دول لمحاربة مقاتلي تنظيم داعش في العراق، ودعت إلى تأييد واسع من الحلفاء والشركاء، لكنها استبعدت إلزام نفسها بإرسال قوات برية. وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في اجتماع على هامش قمة الناتو ضم 10 دول: نحتاج لمهاجمتهم على نحو يحول دون استيلائهم على أراضي، ولتعزيز قوات الأمن العراقية وغيرها من قوات المنطقة المستعدة لقتالهم. غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم اللواء عبد الرازق الناظوري رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بعد زيارة لمصر استغرقت 2 يوم. واستقبل الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الناظوري، كما اجتمع الفريق محمود حجازي رئيس أركان القوات المسلحة مع رئيس الأركان الليبي. يذكر أن هذه هي الزيارة الثانية للواء الناظوري لمصر في 8 أيام. قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري إنه تلقى دعوة رسمية من نظيره الإثيوبي لزيارة أديس أبابا وتفقد موقع إنشاء سد النهضة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الزيارة منتصف الشهر الجاري. وأكد مغازي في تصريحات صحفية أن الزيارة تأتي في إطار إجراءات بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها في البيان الختامي لوزراء الري والطاقة في الاجتماع الثلاثي لسد النهضة الإثيوبي الذي عقد في العاصمة السودانية الخرطوم الأسبوع قبل الماضي. قال أيمن عبد الموجود مدير المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي إن الوزارة قامت بتوزيع كتيب إرشادي على جميع حجاج الجمعيات الأهلية يتضمن كل الإجراءات التي يجب اتباعها خلال فترة الحج، مشيرا إلى أن أبرز تلك الإرشادات التنبيه بعدم الحديث في السياسة خلال فترة أداء المناسك، مؤكداً أن العقوبة ستكون الترحيل من الأراضي المقدسة. وأضاف عبد الموجود أنه تم الانتهاء من الإجراءات الإدارية لتسفير حجاج الجمعيات الأهلية وعددهم 10,000 حاج، موضحاً أنه سيتم نقلهم عبر 11 فوجاً على أن يبدأ صفر الفوج الأول في 15 سبتمبر المقبل. طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان النيابة العامة بالنظر في المطالبة بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطياً، مؤكداً أنه سيتابع الإضراب عن الطعام في السجون وأماكن الاحتجاز،
التي التقى خلالها وفد المجلس عددا من النشطاء أحمد دوما وعلاء عبد الفتاح ومحمد عبد الرحمن الشهير بنوبي وآخرين. وذكر التقرير أن الزيارة جاءت بناء على شكوى من أسرة دوما، موضحا أن المجلس تولى التنسيق مع وزارة الداخلية التي وجهت الدعوة للمجلس لزيارة المضربين عن الطعام. إيمان عبد الشافي، آخر النهار. شكرا للزميلة إيمان عبد الشافي والزميل أحمد حربية على تقرير الأخبار. أنا كنت هتكلم معاكو على المجلس القومي لحقوق الإنسان والمطالبة بإخلاء سبيل النشطاء. هنشوف دلوقتي الموضوع ده. بس